Paris Saint-Germain, Barcelona, الدور أبطال أوروبا الجولة الدور 16 وشاهدنا كيفاش إقصاء باريس سان جيرمان أمام باريس إقصاء برشلونة أمام باريس سان جيرمان وين باريس سان جيرمان وين فاز في مباراة الذهاب يعني بالنتيجة عريضة. واليوم شاهدنا كيفاش برشلونة وين حاول رغم أن ميسي وين ضيع الهدف عن طريق ضرب هدف عن طريق ضرب الجزاء في الدقيقة 45 وين نقولوا باللي كليني وين سجل هدف الأول في الدقيقة 30 ميسي يعدل النتيجة في الدقيقة 37 ميسي يضيع هدف في الدقيقة 45 عن طريق ضرب الجزاء. شاهدنا كيفاش كانت المباراة مباراة اللي كانت قوية جدا رغم أن نقولوا باللي برشلونة وين سيطر في المباراة لكن بدون جدوى بعد فوات الأوان. نقولوا باللي بعد فوات الأوان برشلونة 66% نسبة استحواذ، 661 تمريرة بالنسبة لبرشلونة، 233 تمريرة لباريس سان جيرمان، 34% نسبة استحواذ باريس سان جيرمان. شاهدنا كيفاش كومان وين دخل بخطة 3-4-2 شاهدنا كيفاش موريسيو اللي دخل بخطة 4-3-3 يعني كانت المباراة مباراة اللي كانت نقولوا بلي كانت شيقة رغم أن شاهدنا ما شاهدناش أهداف كثيرة. شاهدنا كيفاش الشوط الأول اللي انتهى هدف لهدف، شاهدنا نافاس في الحراسة تاع باريس سان جيرمان، ليساندرو شاهدنا يعني ليفان، شاهدنا كيفاش ليناردو جوليان ماركو أدريس، شاهدنا كيفاش ماورو كليني، شاهدنا كيفاش كولين اللي دخل الدقيقة 77، عبدو ديالو، شاهدنا دانيلو، شاهدنا كيفاش أخيل دي ماريا اللي دخلوا في الشوط الثاني. برشلونة مارك أندريا في الحراسة، أوسكار ألبا كليمونت، شاهدنا كيفاش سيرجيو، شاهدنا كيفاش بوسكيتش، شاهدنا فيرناك، شاهدنا كيفاش بيدرو، عثمان ديمبيلي، ميسي، غريزمان، يعني رغم أن التغييرات اللي دارهم كومان لكن نقولوا بعد فوات الأوان يعني هذه هي المباراة، مباراة لباريس سان جيرمان برشلونة دور أبطال أوروبا الدور 16 إقصاء برشلونة.